السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان إصلاح المجتمع وفرقي سديدات وحن كقاضينا إن شاء الله هو حديث كصدن يليح الحديث السادس والثلاثون حديث كصدن يليح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله قال وحيري من قف كان هذا يؤمن الرميي بالله إلهي رميي واليوم الآخر مالين تدنبه قيامة الرميي فليكرم هكرامي ضيفه مرتدي سا كرامي مرتي مركي قوتي مادو مرتي سور أو كرامي قايب تاوى فقرادو هارو قايب تاوى فقرادو اللباد ومن كان قفكي يؤمن الرميي بالله الله واليوم الآخر مالين تقيامة فليصلها حريري رحمه قراوديس إذن وقايب تاوى اللباد حديث فقبت سدحاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفك إلهي يمال انت دمر رمي فليقولها كو هيدا هذا كو قولها كو هذا خيرا وخيرا أو ليصمت أما هسكا أمس رواه البخاري مسلم حديث وحقاه النبي عليه الصلاة والسلام سدح قيبوت قيب تهرو معناها وحاوي إني مرتد الله كرامي ومرتد مرقى كوتي مادو لكرامي سدح مال موت بحديث وتلمانتي oo kara macnaa marti soorka wixii ka dambeeya marka marti noqdo reerku mu ka mid noqonaya qof marka rasuulku wuxuu leeyahay hadaan ku cunana Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuul qaala wuxuu yiri man qof kaana hada yu'minu rumaya billaahi alle iyo wal yawmil aakhira maalinta qiyaamada dambe iyo maalinta xisaab iyo madiina fal yukrimha karaamayo dhayfa martidiis wa man qof kaana hada yu'minu rumaya billaahi alle wal yawmil aakhira maalinta qiyaamo rumeeyay fal yasilha xidhiir raximo qaraabays wataqullaaha aladii tasaaluuna bihi walarxaam bilaahi waa kuula waman kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri qofkii ilaahay rumeeyey iyo maalinta qiyaama fal yaqul khayran ha wax khayra ku hadlo aw liyasmut ama iska amso liyasmut rabaad kale waxaa liyaskut waana isku macno liyasmut oo saad laga dhigo iyo liyaskut حديث البخاري وورن مركه نبو علي قايب تن دم خو ديغي هداه وخ خيرك كو هادلين افكاغا هايسو حديث كي معاد النبي وا كو يرمى ان المواخذون معناه ميان لو قد ما وحان كو هادلو تاكيلاتك امك يا معاد ما كو نبي ودي جيري هويدا غويدا قبلنت ددك ما حسن كبعرركود اما من مناخرتود اوو تورا الا حسايد السنتيم مركه عرب كاغا الى شوارت من دد قيلي انستغرام انستغرام كي فيسبوك tik tok iyo yacna wax laga xishoodo oo dhan wixii laga xishoonayay ayaa lagu dhawaaqayaa walciyaad billah alxadiidku asaabicu wathalaatuun xadiiska toddobiyo soddon an ibnu mascuudin an abi mascuudin alansaariyi albadriyi radia allahu tacaala canhu saxaabiga abi mascuud alansaari layahday albadriyi ee bedri loo nisbeeyey qaal wuxuu yihi dacaa waxaa u yeedhay rajulun nin baa u yeedhay annabiya sal allahu calayhi wasalam nabigu u yeedhay لطعام عنت صنعه وسميه له رسولك خامس خمسة شن إسقو شنيي خامس خمسة معنوة هوي أفر قفه كلي رسولك وشن كوهوي لطعام صنعه وسميه له نبيك أن خامس خمسة شن إسقو شن كوه فتبعهم بحصورها عي رجل نبر صورها ليحكوا النقضي فلما بلغ مركي سو غارين الباب الباب كي نينكي مرتي سور كسمي قال الرسول قام قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي له نينكي بو كيري قال له النبي له ذا نينكي بو نقن قال و هو يري رسول له نينكي غري لها النبي صلى الله عليه وسلم نبا كو يري ان هذا كان اتبعنا نينكن ونسو راعي لان نينكن شن مو مرتي قادي بركاس الرسول عليه الصلاه والسلام و هو يري هدا دونتو أنت أذن واد ويدمن له السقا قرقاق واد ويدمن وإن شئت هداد دونتنا رجعوا النقنو النقاضي قال منك مركا وحور الله مدها النقو بل آذن وان ويدمن له منك يا رسول الله يا رسولك الله رواه البخاري والمسلم حديث كان مروح على قادنا قف قف هدو عن تأو كريو ومرتسور وسميو ضد وجانقو يشان لح روحي سور راعة قف كي قرق لها الله بمد بوليه إنو ويدمن وليه إنو يراد ولا لسكن نقنو وليه أنو أدوك وما يرنين laakiin soomaalida dhaqankeeda waxa weey markuu ridda soo isaagoona war shan nin baa loo yeeray saddex kale ama sagaal kale hadday iska timaado macnaha shan lix saddex kale ugu dar sagaal hadduu yiraahdo saddexdii kale warday iska noqday inay ma yeedhinina dadku waxay dhahaan warkiina hebel ahaaban maanta intaan u tagay
isagoo hebel iyo hebel iyo hebel iyo shantaa marti qaaday ayuu ani iyo hebel iyo hebel na soo caydhiyo na soo celiyay. Xaq buu u leeyahay, daliilkeediina waan dul taagannahay. Bukhaari baa xadiiskii wariyay Muslim. Alxadiidu athaaminu wathalaatuun, xadiiska 38. An abi Muusa alashcari radia allahu tacaala canhu, abi Muusa alashcari waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu, qaala qaala rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yihi alisti'daanu idanku 3 wey. Guriga markaad timaado, guri aadan lahayn ood rabto dadkaa u timaaday, idanku waa 3 buu nabigu. Assalaamu calaykum adkhul, sida ruwaad kala tira. Marka weliban albaabka dhinacaad ka istaago, waa inaad dhinaca mid igtay isaga lixiso si albaabku marka la furo caloosha aad un arki. Marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alisti'daanu idanku 3 wey. Fa in udina laka, adiga haddii lagu idmo bimacnaa fadkhul waya gal, wa ilaa haddaan lagu idminna farjic iska noqo. Rawa albukhaari wa muslim. Xadiiska wuxuu ka hadlaya idanka, yaa ayuha ladiina aamanuu laa يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا وأن تسلموا على أهلها. هذا أساس هذا بان ملاينا سورة النور. قري أن قريه نهاين هداد قرس معناها إذا الآن هجلينا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إي حديث بساس قصارة. صدح جير بعد بعضه السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، assalaamu calaykum adkhul. Haddii soo gal guraadan markaa waad geli, haddii kaloo cid baba kuu jawaabina waad iska noqon. Waa sidaa, waa kii cumar maaragtay uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam, macnaha xadiiska cumar ninkii soo idankii saas oo kale 3 jeer intuu yidhi iska noqday, markii dambe igu yeedhay hebel soo ma ahayn, maxaad u noqotay nabigaan ka maqlay saa isagoo lahu yidhi. Haddaan ku celino marka anabi Muusa alashcari radia allahu tacaala canhu qaala aba Muusa wuxuu yidhi abu Muusa alashcari qaala rasuululahi sal alayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi alisti'daanu idanku 3 weeye. Fa in udina haddii lagu idmo laka adiga gurigii, bimacnaa halkaa fadkhul gal wey, wa ilaa haddaan lagu idminna farjic iska noqo. Tiina hebel baan u tagay gurigii intaan u tagay, haddu xataa haddii intii lagaa furo la yidhaahdo kuma qaabili karaa, hadda iska noqo, iyadana waa inaad iska noqoto. Rawahu Albukhaari wa Muslim. Alxadiisu at-taasicu wa thalaathuun, xadiiska 39. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبا هريرة الله كره نقضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول قال وحولي والله وان كدارت لا يؤمن مر ماينن، والله وان كدارت لا يؤمن مر ماينن، والله وان كدارت لا يؤمن مر ماينن. صدح جرب النبي قدارنا يا إسوان عدو دارنين مركز السحابة ويدين قيل السحابة واحدين، ومن يا رسول الله رسولك الله وكوان رماينن. قال وحو رسولك عليه الصلاة والسلام الذي ومدوي كان رمين لا يأمن أين كأم من هلين جاره درس كيسا بوائقه شركيس قفق جار كيس شركيس كنبت قلين وكاسو نبو عليه الصلاة والسلام سبدح جارب النبو قدان بمعنى إيمان كاملا وإيمان لما يستر لك مهل إيمان ودن لو دي دي مهل لكن إيمان لما يستر وكاملا لك مهل مارك قفق نسكيل عليه جارك وكان هرين وصوت الماني جارك صدح مدح صدح مدح كوله مد لبا كوله مد صدح كوله قف قاله دري صلاته هل حق كوله يا حق الجار قف مسلم ما أين قرابة هينا لبا حق كوله يا حق الجار وحق الإسلام قف مسلم ما قرابتي هنا صدح بكويا حق الجار وحق الإسلام وحق صلة الأرحام قرابة النمادي صدح سويا أدان كعلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحري والله بان كنت أرتب رسولك لا يؤمن مر مينين والله بان قدرت لا يؤمن مر مين والله بان قدرت لا يؤمن مر مين قيل وحال يري ومن يا رسول الله قال وحول الذي قف وي لا يامن اين عام من كاهن جاره جار كيس يدرس كيسو بوائقه شرتيس الحديث 40 حديث كافرتن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحول من اطلع قف كطالعه في بيت قوم قف غرغو دد غرغو غديسا بغير إذنهم إذن لآن تودا بغير إذنهم أيغوين أو إدمن فقد حل وحا حلال واللهم ددك أقول غاله أفيري أما أو إيغي أن يفقهوا أن يفقهوا أن يفقهوا إن يكسوا طوران عينه إنديه سامع عينه عينه إشيس رواه البخاري ومسلم حديث كان وقال لها dad gurigaasa daad idan lahaan iska eegto adoo marka dariiqa maraya daaqadii u furan dadku kulayl iyo wax dareemayaan daaqadii aad goorta ka soo rido ama aad eegtaba dadkii iyagoon kuu idinin hadday idhnaha kaa soo tuuraan xalaal bay u tahay waxbana laguma leh dadkaas waxba laguma leh marka taasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam.
إلا إذن هو كان هذا سوى مرنا الاستدان ثلاث حديث أبو موسى الأشعري وقوة أدام كعلنا الحديث الأربعون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحري من اطلع قفك أجا أو طالع في بيت قوم ضد جرجود جده سأجا بغير إذنهم إذن الآن توضع فقد حل وحلال النقن لهم ضدك جرجود الأجا إذن الآن أن يفقأوا إن يكسر ردان عينه إشيس رواه البخاري ومسلم واحد يانا لو ملك أنا قصي علينا مركا هل قاسم قد اللي ساقدنا على الحديث السادس والأربعون حديث كصد يلح أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوري من قف كان هذا يؤمن الرمي بالله الله واليوم الآخر ما لنت قيامه فليكرمها كرامية ضيفة ومرتديس ومن قف كان هذا يؤمن الرمي بالله الله واليوم الآخر ما لنت قيامه فليصلها حريرية رحمه وقرابيس قرابه كان يري عمره كان وايد دايرسا معناها رزاق وهو واسع يا الهي حديثك قال النبي وكشاك ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت قف قال لي معناها ما انت قيام رمي هذا الوانا سنه كو هذا ما اسكامسو الحديث السابع والثلاثون حديثك تضبي صدن انا ابي مسعود الانصاري البدري صحابي ابو مسعود لو من سبي الانصاري البدري ري بدري لو نسبي قال وحور دعا وحا او ياري رجل النبي صلى الله عليه وسلم النبي ugu yaaray li taamin unta sanaahu u sameeyay la rasuulka khamisa khamsin shan isagoo nabigu shaneeyay fatabaahum wa soo raaci rajulun nin falamma waqtiga balaga isoo gaadheen albaab albaabki oo lix uu ninku ku yahay qaala wuxuu yiri lahu ninki annabi sallallahu alayhi wasallam nabiga ninki ku yiri in hadha kan ittaba'ana ninkan uu soo raaci fa yashita hada doonta anta adana wa udmi lahu ninkan wa yashita hada doonta raja'a wa nuqan قال النبي وحول الله ما يمنقون بل آذنوا له يا رسول الله بل آذنوا ورود من له نكا يا رسول الله رسولك الله الحديث الثامن والثلاثون حديث كصدني سديد أنا بموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحولي الاستئذان إذن كثلاث صدح ويه فإن أذين هدين لويد من لك أذيك وقرد لويد مو فادخل بمعنى ويه قال وإلا هديك لويد من فرجع إسكنه رواه البخاري ومسلم الحديث التاسع والثلاثون حديث كصد إلى السقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبو قال وحولي والله بان قدارتي لا يؤمن مر مين والله بان قدارتي لا يؤمن مر مين والله بان قدارتي لا يؤمن مر مين قيل الصحابة واحدا ومن واكان رمين يا رسول الله رسولك الله قال رسول وحولي الذي قفوي لا يأمن أين آمن كنقنين جاره درس كيسو بوائقه شركيس أنكريبانين حديث كان أودم الحديث الأربعون حديث كافرتن أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوري من اطلع قفك طالع ضوء إيجا في بيت قوم داد قرغود قده هذا بغير إذنهم إذن لآن تهذا فقد حل وحا حلال وهذه اللهم دادك قرغلا أن يفقأوا إن يكسوا طوران عينه إشيس رواه البخاري ومسلم القاسم بدل ساقنا وجزاكم الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.